بث مباشر في مباراة قوية اليوم بين المنتخب الغيني البيساوي والمنتخب السوداني في قمة المباريات الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا. ادعمنا أعزائي الكرام بلايك والاشتراك بالقناة وتابع معنا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد المباراة القوية اليوم في الجولة الأولى. دائما تكون مباراة قوية وممتعة بين المنتخبين لأجل الحصول على النقاط الثلاثة الغالية في كأس أمم إفريقيا. مباراة اليوم يستضيف ملعب روموندي أجاي. أما التوقيت المباراة سوف يكون في الساعة 9 بتوقيت السودان والساعة 7 مساء بتوقيت غرينيتش. قناة النقل لهذه المباراة قناة واحدة هي قناة بإن ماكس واحد الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق صور الذهب. نتمنى لكم أعزائي الكرام فرجة ممتعة ولا تنسوا أن تشاركونا توقعاتكم لهذه المباراة. من سوف يفوز في هذه المباراة القوية اليوم؟ هل المنتخب السوداني قادر أن يتجاوز نظير غيني بيساوي في المباراة الأولى؟ نتمنى الحظ الموفق لهم وشاركونا توقعاتكم في التعليقات.